أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من الممكن أن ينسحب من حلف شمال الأطلسي الناتو دون موافقة الكونغرس، ولكن ذلك غير ضروري. وقال ترامب في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو أنه تم إحراز تقدم هام خلال قمة الناتو، مشيرا إلى أن نسبة الإنفاق الدفاعي ارتفعت وستصل إلى أكثر من 40 مليار دولار.